كان لازم نروح في الوقت ده. جو حر يا فريدة. خلاص فريدة الله يخرب بيتك هتفضحيني. يا رب استر يا رب ما تفتحش بقها بأي حاجة. يا فريدة يا عمو انت ليه مبقتش تيجي عندنا وسلمتش علينا ليه دلوقتي؟ ايه يا حبيبتي انت تقصدين انا؟ معلش يا استاذ احنا اسفين. احنا اسفين يا استاذ. معلش في ايه بالظبط؟ بقول لك يا حبيبتي هو عمو انت تعرفيه ده؟ في ايه؟ ده كان بيجي عندنا في ايه يا عماد؟ هي كل الناس بتقول لهم يا عمو. عيب يا فريدة اللي انت بتعمليه ده. يلا يا ماما يلا يلا يا عماد يلا يلا يا عماد. يا نهار اسود ده كان هتبقى بال ولا بابا حس بحاجه. يلا يا فريد. لا زعل البنت ومسافرتها عرفه. وازيك يا عم ما بيجيش عندنا البيت ليه؟ هو ايه اللي بيحصل من ورايا هانم؟ انت هتمشي ورا دماغ عيله؟ بعدين انت بتقول اي كلام وخلاص. طفله هتلوم عليها؟ لا يا ماما على فكره كان بيجي عندنا البيت. بس يا فريد ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يلا يا حبيبتي البيت وانا عارف انت هتقولي على كل حاجه. تعالي يا فريد. يا عماد يا عماد احنا في الشارع. عيب اللي انت بتعمله ده. كل حاجه في البيت صح حبيبتي؟ الو الحقني يا احمد. احمد شك واخد البنت وهيروحها على البيت وهتحكي له كل حاجه. يا بنت خلاص ما تقلقيش قبل ما تروحي يكون اتصرفت. اهدى بس اهدى. انت لازم تتصرف دي هتبقى مصيبه لو عارف حاجه. اتصرف بسرعه. سلام سلام. حبيبتي يا فريده حبيبتي تعالي معايا. يا رب استر يا رب ما تفتحش بقها بحاجه. اهو ماشيين مع بعض والبنت معاهم. اظن فهمت هتعمل ايه. ما تشغلش بالك انت. ركز. خلصانه بقى يا انا زمين. هستناك بعيد على رنة. ماشي بس ما تعوقش. جرى ايه يا استاذه؟ ما تحاسبي. وفي ايه في ايه في ايه؟ ايه انا كلمتك ولا ايه؟ ما تيجي يا عم تشوف الاستاذه خبطت فيا وانا ماشي. انا جاي كده وهي راحت داخله فيا كده. بقول لك يا حبيبي لو انت لو دماغك بايظه فانا دماغي بايظه اكتر منك. لا يا عم انا مش دماغي مش بايظه يا عم. انت ايه هتاخدوا الناس بلطشه في وشكم وانتوا ماشيين. بقول لك ايه يلا 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 من هنا يلا يلا يا ناقصاكم بالراحه يا عم ده. روح اتكل على الله ابني بعد عن طريق الله يسهلك. يلا يا حبيبي يلا يا عم يا بالراحه يا عم. يا ناقصاكم خلاص ماشي يا استاذ. خلاص يا عم كبر دماغك ده شكله مش طبيعي. روح يا عم روح يا رب. خلاص يا عم يلا يلا فريده. فينك بس؟ فين فريده كانت هنا؟ فريده فين؟ يا فريده فريده. بس يبقى هو كده فعلا احمد عمل كده. يا فريده فريده رحت فين بس البنت؟ يا عماد اهدى. البنت مش لاقيها يا ياسمين. البنت مش هتوه يعني. البنت مش صغيره. هي عارفه كل حاجه وعارفه الطريق اهو. واكيد روحت البيت. فكرك يعني كنت روحت البيت؟ ما تقلقش هي دماغها كبيره وعارفه. يا رب عليها يا رب. يا عم انتوا مودينا على فين؟ عايزه اروح عند بابا. تخاف. يا عم احمد خدني خدني. طب اهدي يا حبيبتي اهدي بس. هو انت مش كنت لسه بتساليني بتقولي ما بتجيش عندنا ليه؟ انا هاخدك افسحك واجيب لك حاجات حلوه كتير عشان ابقى اروح عندكم. ايوه يا عمك اهو. ما تخافيش. وانت الله يخرب بيتك ايه اللي عملته ده؟ انا مش قلت لك هستناك بعيد وعلى رنه جاي تجيبها لي لحد هنا؟ يعني عايز البت تعيط وانا ما بعرفش في العيال الصغيره ده صعب يعيطوا بيقرفوني. طب غور دلوقتي غور. يلا تعالي يا حبيبتي يلا عشان نروح نجيب حاجات حلوه افسحك. فريده 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 مش هنا راحت فين يعني؟ ممكن تكون فوق في اوضتها يا عماد. اهدى بس ما تتعصبش. يا فريده خير خير. الو بقول لك ايه يا عمد جدع برافو عليك. بس بقول لك ايه البت دي تحطها في عينيك خلي بالك منها يا احمد دي بنتي. ماشي ماشي يلا سلام. يا فريده فريده البنت مش هنا يعني ما جاتش وامها عادي ولا كان في اي حاجه حصلت. يا فريده ياسمين. ايوه يا عماد. ياسمين فريده مش فوق. فريده ما جاتش هنا اصلا. اهدى بس يا عماد انت موتر نفسك والموضوع اصلا ما يسهلش العصبيه اللي انت فيها دي. اكيد البنت بتجيب حاجه من السوبر ماركت او جايه في الطريق ماشيه بالراحه. هترجع يعني. ايه البرد اللي فيكي ده؟ ايه ده يعني عادي انت 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 ام انت؟ انا لازم اروح ادور على بنتي. يا رب استر يا رب. بس انا كان لازم اعمل كده. هو ده الحل الوحيد. ده لو كان مسكها كان فعلا كررت له كل حاجه وقالت له. ادخلي يا حبيبتي ادخلي. تعالى اقعدي. بقول لك يا فريده يا حبيبتي ممكن اطلب منك طلب؟ لا بس ده طلب كبار. ممكن تقولي لبابا ان انت ما تعرفنيش؟ انا ما اقدرش اكذب على بابا. يا حبيبتي مش قصد تكذبي يعني. وبعدين ده مش اسمه كذب. انت مجرد هتقولي له ان انا ما اعرفوش بس. لا 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 مش هكذب انا على بابا. طيب ماشي يا حبيبتي. بقول لك ايه استنيني هنا اروح اجيب حاجه وارجع لك. ما تتحركيش من هنا.
ما ينفعش تكذب على بابا. لا ده كده البنت دي خطر وما ينفعش تروح تاني، وياسمين لازم تعرف بالكلام ده. لو النبي يا احمد اعقل، انا استحاله اوافق حاجه زي كده تحصل في بنتي. لا انا بحبها برضو. يا بنت هو انت عبيطه؟ انا مش بقول لك هنعمل فيها حاجه، بس البنت لازم تختفي وتروح مكان بعيد. بعد اللي حصل ده ما ينفعش تشوفها بقى تاني. يعني ايه بس مكان بعيد؟ هتوديها ملجا او يعني انا مش هشوفها تاني؟ بقول لك ايه، مفيش الكلام ده. اعقل يا احمد. طيب طيب تمام تمام يا ياسمين، اهدي اللي انت عايزاه. ماشي سلام. لا انا لازم اخفي البنت دي، انا مش همشي ورا امها وحنيه امها ان انا ما اشوفهاش والجو ده. انا هودي البنت دي مكان بعيد، وساعه ياسمين هتتكلم يبقى ساعتها هي اللي هتروح في 60 داهيه. اه انا لازم اخاف على نفسي. فريده يا حبيبتي خليك هنا لحد ما اروح اجيب لك حاجه حلوه وارجع. ماشي استغفر الله العظيم يا رب انا مش لاقيها، دورت في كل حته ممكن تروح فيها مش لاقيها. يا ترى انت فين يا فريده؟ ممكن يكون مشيت في الجنب ده. يا احمد خلاص ماشي يا احمد، جالك على الكافيه. سلام. ايه ده؟ ايوه الشخص ده كان واقف ساعه ما بنتي اتخطفت. اكيد اكيد دي ورا كل السر، لازم امشي ورا واعرف هو راح فين. لا مش خير خالص. البت اللي انت جبتها لي انا عايز اخلص منها، مش عايز يبقى لها وجود في الحياه خالص. عايز تخلص من ايه يا احمد؟ احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انت هتاخد البت هتنساها الموضوع وخلاص هترجعها تاني. ما هو بقى المشكله يا حبيبي ان البت بتقول لي لا ما انا مش هكذب على بابا ومش بعرف اكذب على بابا. والبت طبعا لو قابلت ابوها ورجعت تاني البيت هنروح في 60 داهيه. مش عايز كده. يبقى صح، يبقى الشخص اللي قابلته ده كان بيجي بيت وهو عايز يخلص منها عشان ما تقوليش. طب ما تشغل دي يا عم الحلو، في حاجه معديه عليك. حاجه ايه؟ البت امها عارفه ان البت معاك. يا عم ما تشغلش بالك، امها ما هتقدرش تتكلم، هتتكلم تقول ايه؟ يعني هتفضح نفسها ولا تودي نفسها في داهيه؟ طب انت عايز ايه دلوقتي كده يا احمد؟ عايز تخلص الموضوع؟ انا بص عايز دلوقتي قبل كمان شويه الموضوع ده يخلص. البت اللي ما شفتهاش. الموضوع ده عايز فلوس. كنت عارف برضه ان الكلب فلوس ما بتعملش حاجه ببلاش وعامل حساب. الفلوس اللي بتعمل كل حاجه دلوقتي. انا ما يهمنيش كل ده، انت انخلصت للحوار ده في اسرع وقت، هتاخد قد دول 3 4 مرات كمان. والله اعتبر الحوار خلصان. ماشي يا عبد، دلوقتي البنت عندي في البيت وهسمعك الخبر كمان شويه. ماشي يا عبد. ماشي 5 دقايق وهرن عليك. مستنى يا حبيبي. اشوف من غير سلام. يلا من غير سلام. غير سلام عشان ابقى ارتحت خالص من الموضوع ده بقى. يا ترى احمد فين دلوقتي وعمل ايه؟ بس اللي امسكه اعرف بس المكان البنت فين. اكتر علي دلوقتي؟ لا نستنى بره لحد ما اطلع من البنت واخدها مني. ايه ده؟ انت جيت هنا ازاي؟ ما انا اصل انا جاي اخدك اوديك لعمك احمد. تعالى يا حبيبتي هوديك زي ما وديتك المره اللي فاتت. تعالي تعالي. ايه ده؟ بابا بابا. تعالى يا حرامي. يا عرفت كل حاجه يا استاذ. انا كنت جايب لك بنتك حتى اسالها، مش انا كنت وديك عند بابا. بص انا عارف كل حاجه ما تنكرش، وعارف الفلوس دي كام، وعارف مين اللي مديك الفلوس دي ومين اللي متفق معاك. بص بقى يا حلو، تسمع كلامي هطلعك فاهم ازاي الشعره من العجينه، مش هتسمع كلامي هوديك ورا الشمس. اخترت ايه؟ بابا ماشي، بس اهم حاجه ما تضرنيش. تعالى يا حبيبي انت قدامي. تعالى فريد. هو انا همشي معاك. انا قلقانه عليها قوي، انا لازم اشوفها، انا لازم اكلم احمد. الو بقول لك ايه يا احمد؟ انا بنتي وحشتني قوي وقلقانه عليها، انا عايزه اشوفها والنبي. اه طبعا يا حبيبتي، امال ايه؟ البنت عندي موجوده وفي اي وقت تحبي تشوفيها هتيجي تشوفيها. تمام ماشي. تشوفيها ايه؟ انت مش هتشوفيها تاني خالص، بس انا طبعا ما ينفعش اقول لها في التليفون. لما تبقى هنا يبقى اعرف اقول لها واتكلم معاها.
بس يا فريده حبيبتي خليكي هنا ما تجيش لما انادي عليك، ولو شفت ماما ماشيه اوعى تمشي وراها. ماشي ماشي حبيبتي. ياسمين حيني ياسمين، فريده راحت يا فريده راحت. فريده راحت وكان طلع اللي ورا الموضوع ده واحد اسمه احمد دلوقتي في المستشفى. اسمه احمد؟ مين اللي في المستشفى احمد؟ فريده. فريده راحت بقول لك. راحت؟ راحت تستلمني. نستلم؟ انت اللي بتتكلم؟ حيني يا فريده. انت بتقول ايه؟ حبيبتي يا فريده. عماد عماد انت متاكد؟ لا 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 زهور. انا بحب فريده. لا استحيل يكون يحصل لها كده. يا عماد يا فريده. لا لا يا المستشفى انا مش قادر. روحي اه روحي استلميها من المستشفى. انا هروح اجيبها. لا انا عارفه ان هي موجوده. بنتي عمرها ما هتروح مني ابدا. لا فريده فريده فريده. بصي يا حبيبتي اطلعي على اوضتك واطلعي منها، حتى لو سمعتي صوت ماما ما تعمليش اي صوت. يلا يا حبيبتي اصبري عليا اصبري عليا. ايوه ياسمين. بنتي فين؟ ها؟ بنتي فين والنبي؟ بنتي انت بس؟ ايه يا حاجه؟ ها؟ اقعدي يا بنتي انت عبيطه. بنتي كويسه مالك في ايه؟ اقعدي. ايه عماد عماد قال لي كده حاجه عليها. ما تشرحني ما تشرح. خليني هي بنتي راحت مني. انا مش قادره اصدق. لا بطل جنان وسيبك من اللي قاله لك ده. انا قلت كده برضه. ده حوار انا عامله عشان يفقد الامل خالص وما يدورش عليها. اقعدي بقى واهدي يا ياسمين. الحمد لله. مش عارف عملت ايه انت؟ قول له قلت له. طب يا بنتي فين؟ انا عايز اطمن عليها. عايز اطمن عليها. بنتك بره مع اختي بتتفسح، وبعدين بنتك كده كده واخده عليا ما تخافيش. انا هقوم دلوقتي اعمل كوبايتين عصير لحد ما بنتك تيجي. لا ولا ماليش نفس. انا عايز اشوف بنتي بس. قلت لك اطمني. قلت لك هي بتتفسح بره، حتى يدخل عليك دلوقتي مبسوطه وفرحانه على ما تشرب العصير هيكون هي جايه. طب ما اعمله يا رب. الحمد لله اطمنت انك اللي عملها. علقتني عليها. بنتك بنتك كل سنه وانت طيبه، وانت اللي وصلتني ان انا اعمل كده. احمد بقولك ايه كده بقى، انت وبنتك هتقابلوا بعض في الاخره ويبقى اشباع من بعض. يلا يا سامي انت اللي اضطريتني ان انا اعمل كده. عملت حاجه في العصير؟ عايز يخلص مني. امسك يا ياسمين شراب العصير. احمد انا قلبي مش مطمئن على بنتي. معلش طمني عليها وكلماني خليها تيجي حتى اسمع صوتها اطمن. طب اشرب العصير يا ياسمين وانا اجيب التليفون ارجع لك عليها. هيجي لي نفسي ازاي بس؟ هاتوا بس التليفون. خلاص طيب. ماشي يا احمد كله على رقبتك في الاخر. طعم حلو قوي يا احمد. شربتي؟ جميل. الف هنا تاخدي دي كمان؟ لا لا اشرب انت. الف هنا الف هنا. ادخل دلوقتي ولا اصبر شويه؟ هيا بتسال ايه خليك تسمعني صوت بنتي والنبي؟ ياسمين انت بنتك مش هتشوفيها تاني خلاص. يعني ايه مش فاهمه يا احمد؟ يعني انت ازاي يعني؟ هتحصليها وتشوفيها في الاخر ان شاء الله. ايه ده؟ هو الكلام ده بجد؟ اه العصير اللي انت شربتيه ده فيه حاجة هتخليك تحسني بنتك. لا ما انت ما تعرفش. انا بدلت الكوبايات. انا شفتك انت بتعمل ايه جوه. كنت فاكرني في الاخر انا اللي هشربه. لا على فكرة انت اللي شربته وانت اللي هتحسني. برافو عليك برافو عليك انت عملت كده. بنتي عملت لا كلامك صح. انت فاكرة ان انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن خيالتكم يا زبالة؟ احنا يا زبالة مش انا حقك ايه؟ انت اللي عملت كده. خليكي معايا على العموم هي بنتك عايشة والحمد لله عندي. بنتي عايشة؟ ايوه يا زبالة. والنبي يا عماد بنتي عايشة؟ انت رايحة فين؟ خليكي هنا خليكي جنبين. انا اصلا بدخل على الشرطه. الشرطه تيجي دلوقتي تدخل. حرام عليك يا عماد. خليكي هنا. انت طار فريده فريده. نعم يا بابا. ما فين ماما يا بابا؟ ماما ماما للاسف اختارت الطريق الغلط. لما تكبري هتعرفي كل حاجه يا حبيبتي. تعالى انا عايزك.